مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. معكم حسن كنج من كودر فويس، صوت المبرمج. هاي الحلقة رقم 10 من سلسلة تعليم ووردبريس المخصصة للمبرمجين، ورح نكمل فيها حديثنا عن الكاستم ثيم. رح نركز على شغلتين، أول شغلة اللي هي جنريت لثامب نيلز، وتاني شغلة كيف فينا نعمل جنريت لفيك داتا لحتى نعمل من خلالها تستينج. فخلونا نبلش. فإذا نحن هون بالبورتفوليو قدرنا نجيب البروجيكتس من الادمن، خلينا هون يبينوا هون، اوكي. هلا هون هيدي الصوره انا جبت الصوره الاصليه، يعني جبت الاوريجينال ايمج وخليتها تبين هون. طيب شو بدي اعمل لحتى انا خلي الثامب نيل تبين؟ يعني انا من الصوره الاصليه بدي اعمل جنريت لثامب نيل اللي هي بتكون صوره اصغر، وهذا الشيء معناته انه مفروض السايز يلي لها يكون اصغر وينعمل لودينج للصفحه اسرع. فاذا رح ارجع انا على الكود يلي اشتغلنا عليه قبل، فاذا هون بالاندكس اذا بتتذكروا يلي عملناه انه عملنا لوب لحتى نجيب كل البروجيكتس، ولكن انا هون وقتها بدي اعرض البروجيكتس شو عملت؟ جبت اللينك تبع الايمج اللي هي هون الايمج يو ار ال، واذا مننزل شوي هذا اللينك انا خليته يبين وين؟ بالثامبنيل، يعني الاوريجينال ايمج خليتها تبين وين؟ بالثامبنيل. ولكن انا يلي بدي اعمله انه هون بدي يفرجيني صوره اللي هي صوره ثامبنيلز مش الصوره الاوريجينال. هلا الصوره الاوريجينال اذا مننزل شوي لتحت هي رح تبين هون بالمودل بوكس. انا بدي تبين الاوريجينال ما في مشكل، ولكن انا هون بدي يبين الثامبنيل. اوكي، حتى نعمل هذا الشيء بدنا نروح على الفانكشنز دوت بي اتش بي. اوكي، مننزل لتحت، رح نزل انا لتحت ورح زيد هيدا الكود. اول سطر رح زيده هو add theme support، ورح حط هون post thumbnails. فاذا هون الديسكريبشن تبع add theme support هو registers theme support for a given feature. تاني خطوة هي انا بدي اعرف image size، يعني انا هون بحط add image size، وهون بحط الاسم يلي بدي اياه لهيدي الايمج سايز. بما انه انا رح استعمل هاي الثامبنيل للبروجيكتس فرح سميها بروجيكت داش ثامبنيل، اكيد فيكم تسموها اسم مختلف. وهون نحن بنحدد الويدث والهايت. هلا انا هون شو في اعمل؟ في حدد بس الويدث وما بحدد الهايت. بعتقد اذا ما حددت الهايت يلي رح يصير انه رح هو يضبط الاسبكت ريشيو بطريقه مضبوطه، فانا بس حددت الويدث بهيدي الحاله اللي هو 350 بكسل. كمان اذا هون بنروح على الاد ايمج سايز، فهون ريجستر ا نيو ايمج سايز، هون فيكم تقروا اكثر عن الموضوع. هون في عند الايمج يو ار ال رح زيد فوقه ثامب نيل ايمج يو ار ال، ورح احط هون بودز ايمج URL مثل هيدي اللي هون. ولكن شو الفرق؟ رح حط هون image وبدل ما هون تكون null، لا انا بدي حدد ال thumbnail. فشو بكتب هون او شو بحدد؟ thumbnail يلي عرفتها من شوية اللي هي project thumbnail يلي هي هيدي يلي هون. فمجرد ما انا قلت له project thumbnail هو رح يعرف لحاله انه يعمل ريسايز او يعمل جنريت لثامبنيل يلي هي عندها ويدث عباره عن 350 بكسل. واذا مش غلطان مفروض بيعمل جنريت مره واحده يعني، وبيصير الفايل موجود فينا نرجع نستعمله. فاذا هلا اذا بنزل شوي لتحت بدل ما هون تكون ايمج يو ار ال راح احط هون ثامبنيل ايمج يو ار ال، وراح اعمل سيف. هلا اذا بنعمل ريفرش وهون بحط انسبكت اليمنت، هلا بس لانه بدي افرجيكم شغلي هون. فاذا هون هيدي الايمج بعده عم يعطيني الصوره القديمه او الصوره الاوريجينال. لاحظوا الويدث والهايت تبعها 1280 ب 853. فاذا صحيح كتبت الكود ولكن بعده عم يعطيني الصوره الاوريجينال. كيف في يحل هالمشكله؟ هون رح اخبركم عن بلوج ان فيكم تستعملوه. فاذا انا هلا بالادمن تبع الويب سايت، فاذا راح اروح على البلاج انز راح احط اد نيو، وهون بنعمل سيرش على بلاج ان اسمه ريجنريت ثامبنيلز، نعمل لها انستول ناو، نرجع نعمل اكتيفيت.
هلأ منروح على التولز ومننقي ريجنريت ثامبنيلز. هلأ إذا بتلاحظوا هون في هيدي الثامبنيل يلي نحن عملناها من شوي هي Project Thumbnail اللي هي هون عم بيقلنا الوث يلي إلها هو 350 بيكسل. فإذا أنا يلي بعمله بكبس على هيدي الكبسة أو على هيدا البطن. أوكي فعم بيقلي هون All Done in 3 seconds. هلأ لاحظوا إذا بعمل Refresh. هلأ إذا بعمل Refresh بنحط هون انسبكت element وهون مثل ما شايفين انا صار في عندي صورة جديدة. اذا بتطلعوا على الدايمنشنز اللي لها هن 350 ب 233 حتى اذا بتطلعوا بالاسم تبع بالفايل نيم يلي هو ديمو 1 وداش في عندي هون الدايمنشنز تبعول الثامبنيل يعني صاروا هن جزء من الفايل نيم. فهيدي كمان طريقة فيكم تستعملوها لحتى تعرفوا إذا هيدا الفايل هو تابع للثامبنيل ولا لا هيدا الأوريجينال فايل. فإذا بهي الطريقة صار في عنا ثامبنيل والثامبنيل ممكن تساعدكم لحتى يصير عندكم ويب سايت البرفورمانس تبعه أحسن حتى ما تعملوا لودينج لصورة كبيرة وأكيد هيدا الشيء بيساعد لحتى الويب سايت يفتح بطريقة أسرع. فإذا هيدي أول نقطة حكيناها وخلصنا منها. تاني نقطة حابب أذكرها يلي هي كيف فينا نعمل جنريت لفيك داتا. ليه هذا الموضوع مهم؟ تخيلوا انتم عم تشتغلوا على ويب سايت، هذا الويب سايت هو عباره عن بلوج مثلا بقلبه مقالات معينه وانتم اشتغلتوا على الديزاين يلي له، ولكن بدكم انتم تعملوا تيستينج كيف المقالات عم ببينوا على هذا الويب سايت. تخيلوا مثلا بدكم تقعدوا تكتبوا كل مقال وتزيدوا صوره لكل مقال وهالخبريات كلها، بدكم تعملوا هذا الشيء مانيولي. بدل ما تعملوا هذا الشيء بطريقه يدويه في بلوج ان فيكم تستعملوها هي بتعمل جنريت لراندوم داتا ولراندوم بوست مثلا. فبهيدي الطريقة فيكم تعملوا تيستينج وتشوفوا سامبل من داتا وهمية وتتأكدوا انه كل شيء اوكي، ولما تخلصوا فيكم بطريقة كتير سهلة انه تمحوا هيدي الداتا اللي نعملها جنريت. رح خبركم كيف. فاذا هون بدنا نروح على البلوج انز وبدنا ننزل بلوج ان، بنروح على الاد نيو، بدنا ننزل بلوج ان اسمها فيكر بريس. هلا اذا بتطلعوا هون انا اوريدي منزلها، بس اذا انتم ما كنتم منزلينها بتعملوا لها انستول واكتيفيت. انا هيان منزلها وهيها موجوده هون اللي هي فيكر بريس. قبل بدي افرجيكم شغله، اذا بنروح على البوست حاليا بنلاحظ انه بس في بوست وحده. هلا اذا بنروح على فيكر بريس بنروح على البوست، هون فينا نحن نعمل جنريت لبوست، بنحدد له الكوانتيتي. يعني في يقول له مثلا انا بدي الكوانتيتي تكون بين الأربعة مثلا والعشرة، فهو بنقي لي رقم بين الأربعة من الأربعة والعشرة مثلا. فيكم تحطوا بين الأربعة والميتين مثلا، بس بهيدي الحالة رح حط الأربعة للعشرة. هون في يحدد هيدي البوست شو الديت يلي إلها، فكمان فيكم تحددوا انه yesterday today this month this week. هلا ما كتير رح تفرق. البوست تايب انا في احدد له شو البوست تايب، يعني هون البوست محدده، في انا احدد مثلا البروجكتس، بروجكتس اللي نحن شو عملناها قبل. هلا الفكره انه انا حاليا يلي زبط معي انه بقدر اعمل جنريت لصوره ولا تايتل ولا ديسكريبشن، بس هول الكاستم فيلدز ما بعرف اذا فيكم من خلال هيدي البلوج ان تعملوا لهم جنريت. على كل إن هون في عندكم مجموعه من الاشياء فيكم تشوفوهم، انا ما بدي كثير افسر كل شيء بهيدي السكشن. هون مثلا بالكونتنت اللي هو فينا نفكر فيه كالديسكريبشن لهيدي البوست، فينا نستعمل HTML وفي يقول له انا ما بدي استعمل HTML، يعني ما بيقعد بيحط لي تاجز وخبريات بقلب الكونتنت، لا ما بيعمل هذا الشيء. وفي استعمل HTML ولكن انا في احدد له شو التاجز اللي بدي استعملهم، يعني في مثلا نقول شيل كثير من هول التاجز وخلي بس كم تاج، او خلي مثلا البي تاج او الهيدر تاجز، يعني انا في نقي. ولكن انا هون لنقول بدي اقول له ما بدي اصلا تستعمل HTML. وهون بالكونتنت سايز كمان انا في احدد له عدد الباراجرافز، يعني في اقول له مثلا بدي الباراجرافز مثلا من 2 بين 2 وال5. هلا هون الشغله الحلوه في انا هون حدد الايمج بروفايدرز، هون محدد لي 2 ايمج بروفايدرز، فالايمج بروفايدرز بيصير هو يستعمل هول تو سيرفيسز لحتى يزيد ايمجز على البوست. فاذا انا رح خلي الموضوع هيك، هون في عنا التاكسونومي، هلا بنعمل جنريت. اوكي وهون جنريت مفروض مشي حاله. اذا بدنا نتاكد بنروح على البوستس، كبسنا على البوستس،
ومثل ما شايفين ليكو هيدي الداتا كلها عملها جنريت من عدا هيدي البوست اللي اصلا كانت موجودة قبل. هلا اذا بنفوت مثلا بنعمل اديت، مثل ما شايفين حط تايتل، وفي عندي هون الديسكريبشن او الكونتنت، ومثل ما ملاحظين ما في اتش تي ام ال لانه انا قلت لهم ما بدي استعمل اتش تي ام ال. هلا اذا بنروح على الفيتشرد ايمج، وهذا الشيء الحلو كمان مثل ما شايفين هو زاد لي صوره، فحتى الصوره بيقدر يزيد وين زاد بالفيتشرد ايمج. هلا هون الشغله الحلوه، لنقول انتو عملتوا التستينج وعملتوا جنريت لديتا وكل هالخبريات، لنقول مثلا عملتوا جنريت لشي 100 بوست، شو بدكم تقعدوا كل وحده بوحدتها او تعملوا سيلكت وتعملوا بالك ديليت وهالخبريات؟ لا، هيدي الطريقه مش انسب طريقه. فالحلو بهيدي البلوج ان اللي هي الفيكر اكسبرس، رح اكبس عليها هون، هون انا بقدر اعمل ديليت لكل الداتا اللي عملها جنريت. كل يلي علي اعمله انه اكتب let it go بهي الطريقة، او اكيد ما في اعمل لها كوبي بيست. فلما اعمل لها كوبي بيست هون وبعمل ديليت، هون بيقول لي all data is gone for good، خلص راحت الداتا. هلا اذا بكبس على البوست مثل ما شايفين الداتا اللي عملها جنريت راحت. والشيء الحلو وين؟ انه الداتا اللي ما عملها جنريت اللي هي كانت موجودة قبل وما خاصة بالفيكر بريس ما عملها ديليت ولا شيء. فهيك فيكم تحافظوا على الداتا اللي كانت موجودة واللي ما خاصة بفيكر بريس وتعملوا ديليت بس للداتا اللي عملها جنريت باستخدام البلاج ان اللي هي فيكر بريس. طيب لنقول هلا بدكم تعملوا انتم جنريت لداتا بقلب بود انتم عملتوها. خلونا نروح على البودز ادمن، ورح ازيد النيو بود على السريع. لنقول البود بدي اسميها مثلا بوك، البلورال يلي لها هو بوكس. هون بس عم نعمل تيستينج كتير على السريع. فاذا هون بدنا نعمل شغله بالادفانسد اوبشنز، رح احط هون انه بدي فيتشرد ايمج. هيدي مهمه لحتى اقدر اعمل جنريت، لحتى فيكر بريس يقدر يعمل جنريت لايمجز، لانه هو فيكر بريس بيحط الايمج بوين؟ بالفيتشرد ايمج. فهون رح احط سيف بود. هلا انا هون في يزيد فيلدات زياده، مثلا هون في احط اد فيلد مثلا اي اس بي ان، ولكن ما مأكد اذا فيكر بريس في له طريقه لحتى انا اعمل جنريت لداتا بقلب هول الفيلدز. مثلا زدت هذا الفيلد، نعمل سيف بود. هلا اذا بنروح نحن على البوكس فاضيه ما في بقلبها شيء. هلا اذا بروح على فيكر بريس، لا بنروح على فيكر بريس نرجع بنحط على البوست. هون لنقول بدي مثلا لنقول من 10 ل 30. اوكي بهيدي الحالة البوست تايب ما بدي اياه يكون بوست، بدي اياه يكون بس بوكس. سو بس هيدي هون، وراح اعمل جنريت. اوكي وهم مفروض يكون مش الحال. هلا اذا بنروح على البوكس، مثل ما شايفين عمل جنريت لداتا بقلب البوكس. هلا اذا بنفوت على الاديت مثلا، في عنا هون التايتل، وفي عنا هون الكونتنت او الديسكريبشن. هلا مثل ما شايفين هون انا ما قلت له ما تستعمل اتش تي ام ال، فمثل ما شايفين زد لي اتش تي ام ال بقلب الكونتنت. لاحظوا في عندي لينكس، في عندي مثلا ايمج، في عندي هون ليست مثلا، واذا بتلاحظوا هون كمان على الفيتشرد ايمج كمان هو زد لي صوره. حبيت هيك فرجيكم كيف فينا بالبودز كمان نعمل جنريت لداتا، وانه بنقدر نعمل هذا الشيء. هلا المشكل مثل ما ذكرت انه بالاكسترا فيلدز يلي هون ما بيعمل جنريت لداتا. هلا اذا انتم بتعرفوا طريقه كيف يعمل جنريت لداتا هون اكيد اكتبوا بالكومنت لحتى انا استفيد، ولحتى الاشخاص اللي عم يقروا الكومنتس كمان يستفيدوا. فاذا هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا منه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، وفيكم تعملوا كمان كومنت، هذا الشيء بيساعد للشانل ويعطيكم الف عافيه.